مسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. استمرار لتساقط الأمطار خلال أمسية اليوم على الواجهة الشرقية على السواحل حتى المرتفعات، أما خلال يوم الغد الجمعة إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله، أجواء مشمسة صحوة على الواجهة الغربية وكذلك الوسطى، ولكن بعد انقشاع الضبابة على المرتفعات والهضاب، لكن السحب تكون كثيفة على الواجهة الشرقية ومناطق الجنوب الشرقي. طقس بارد خلال هذه الليلة وخاصة صبيحة الغد على المرتفعات والهضاب، بينما درجات الحرارة تتراوح ما بين 5 درجات إلى غاية 9 درجات على السواحل، 4 درجات فقط على بشار وغردية، 11 درجة على الصحراء الوسطى، 13 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى دائما في تراجع على المرتفعات والهضاب، 10 درجات فقط على الغوات، الجلفة، المشيرية العامة والبيض، مقاييس ما بين 17 إلى 18 درجة على الواجهة الساحلية. ننتظر 17 درجة على كل من غردايا، عفوا على كل من بسكرة، مغير، توغرت، كذلك جانيت وبشار، ترتفع لغاية 26 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على الواجهة الغربية والسواحل الوسطى، لكن قليل اضطراب على السواحل الشرقية، رياح ضعيفة تقريبا على طول الشريط الساحلي. غروب الشمس اليوم الغد إن شاء الله الجمعة على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 5:47 دقيقة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع،